نبدأ تفصيل أخبارنا مع النهاردة من كرة السلة. الفريق الأول لكرة السلة بالنادي الأهلي بقيادة أوجستي بوش المدير الفني حقق النهاردة الفوز على فريق أهلي حلب السوري بنتيجة 87-76، ده في دور الـ16 من منافسات البطولة العربية المقامة حاليا في الكويت، وهتستمر لحد يوم 15 أكتوبر الجاري بإذن الله. بالفوز ده بيتأهل الأهلي لمواجهة الفائز من مباراة الجهراء الكويتي والبشائر اليمني في الدور ربع النهائي. مباريات الدور ربع النهائي هتقام بكرة، وهتشهد أيضا مواجهة قوية بين الاتحاد السكندري وقزمة الكويتي، وده بعد ما الاتحاد كان حقق الفوز على الغرافة القطري في دور ثمن النهائي بنتيجة 179. مباريات اليوم الأول من دور الـ16 كانت شهدت فوز الاتحاد السكندري على الغرافة القطري ب 179، ويفوز قزمة الكويتي على وداد بوفريك ب 90-74، وفوز دجلة الجامعة على الأهلي البحريني ب 86-96، وفوز الكويت الكويتي على الميناء اليمني ب 104-55. النهاردة أقيمت باقي مباريات دور ربع النهائي، وشهدت فوز الأهلي على أهلي حلب السوري بنتيجة 87-76، وفوز الرياض اللبناني على الأهلي بنغازي ب 98-80، وفوز بيروت اللبناني على السد القطري ب 87-64، وفوز الجهراء الكويتي على البشائر العماني ب 69-53. بكده هتكون مواجهات الدور ربع النهائي، خليني استعرضها مع حضراتكم. الاتحاد السكندري هيواجه قزمة الكويتي، ودجلة الجامعة هيواجه الكويت الكويتي، والرياض اللبناني هيكون مع بيروت اللبناني، والأهلي المصري هيواجه الجهراء الكويتي. ركزوا معايا بقى في اللي هقوله ده. في حالة فوز الاتحاد في مباراة بكرة إن شاء الله على قزمة الكويتي، وفوز النادي الأهلي هو كمان في مباراة الدور ربع النهائي، وده متوقع بنسبة كبيرة إن شاء الله لما يقدمه طبعا الأهلي والاتحاد، هيكون الأهلي والاتحاد وجها لوجه في الدور قبل النهائي يوم الجمعة إن شاء الله. وده نفس السيناريو اللي حصل بالضبط في النسخة اللي فاتت لو تفتكروا من البطولة، وكانت مقامة في الإسكندرية. النسخة اللي فاتت من البطولة قدر النادي الأهلي إن هو يفوز على الاتحاد السكندري في الدور قبل النهائي عشان يحجز ميعاد مع الكويت الكويتي في النهائي، وبيفوز النادي الأهلي وبيحصد اللقب الأول ليه على المستوى العربي. ده النسخة اللي فاتت السنة اللي فاتت. السيناريو ده بيتكرر السنة دي برضو، والحقيقة أنا كنت بتمنى أن الفريقين يتصدروا مجموعاتهم وبالتالي يبعدوا أن هم يقابلوا بعض في الدور قبل النهائي، ولكن ده اللي حصل. وكان نفسي طبعا نشوف نهائي مصري خالص. عموما أكيد بنتمنى التوفيق للنادي الأهلي والاتحاد السكندري، يكون إن شاء الله واحد من الفريقين طرف النهائي. في رأيي في الحقيقة أن الفريقين الأقوى في البطولة وكانوا يستحقوا ان هم يكونوا في النهائي. اللي هيفوز منهم هيكون بنسبة كبيرة اكيد صاحب اللقب من النسخة دي. منافسة قوية جدا في البطولة العربية شاهدناها وتابعناها، وكانت المستويات قوية جدا السيزون ده. اكيد بنتمنى ان شاء الله التوفيق ايا كان الاتحاد السكندري او الاهلي يكون صاحب النسخة الموسم ده.